أرسنال نيوكاسل يونايتد شنو كيفاش كانت المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليغ الجولة 26 وين نقولوا بلي كانت المباراة كانت قوية اللي شنو كيفاش الشوط الأول وانتهى ما بين أرسنال ونيوكاسل 0-0 الشوط الثاني شنو أهداف شنو تغيير في الخطة تغيير وين أرتيت المدرب اللي دخل بخطة 4-2-3 الشوط الثاني شنو كيفاش دخل ب 4-3-3 ستيفن بروس اللي لعب بطريقة دفاعية ما غيرش الخطة وين لعب ب 5-4-1 يعني طريقة دفاعية محضة ويلعب على لي كونتر أتاك شنو كيفاش لعب على لي كونتر أتاك شنو مارتين من جانب نيوكاسل الحارس شنا لازارو شنا فيدريكو شنا جمال لاسيلياس شنا كارياني شنا داني روز شنا شون شنا نبيل بن طالب الميريو شنا الين شنا يعني ليرا يعني دي ليرا شنا كيفاش كانت المباراة وين نقولوا بلي ارسنال اليوم وين استغل الرجوع تاع اللاعبين تاع ارسنال الوراء شنا كيفاش نقولوا بلي ارسنال 61% نسبه استحواذ 413 تمريره بالنسبه لارسنال نيوكاسل يونايتد 159 تمريره 39% نسبه استحواذ يعني نقولوا بلي اليوم شنو كيفاش الاهداف في الشوط الثاني وين اوبانيونغ الذي سجل هدف في الدقيقه 54 شنو نيكولاس بيبي اللي سجل هدف دقيقتين من بعد وين سجل هدف 57 يعني نقولوا بلي بيرنارد من جانب الحراسه شنا هيكتور شنا كيفاش دافيد لويس شنا بوك ساكا شنا داني شنا جنات نيكولاس بيبي مسجل هدف مسعود اوزيل اوبانيونغ ادواردو يعني نقولوا اليوم ارتيت المدرب تاع نيوكاسل وين سهل المهمه الارتيت واللاعبين المباراه بربع اهداف مقابل صفر امام نيوكاسل وين ارسنال وين فاز اليوم بنتيجه ثقيله منذ بدايه الموسم وين هذا وين شنا فاز بنتيجه ثقيله شنا مسعود اوزيل وين سجل في الدقيقه 90 اسكندر لاغازيت اللي سجل في الدقيقه 95 يعني هدفين في الوقت نتاع كما نقولوا احنا في 90 في 95 يعني نقولوا بلي المباراه انتهت بربع اهداف مقابل صفر في الجوله 26 الدور الانجليزي الممتاز ارسنال 4 اهداف نيوكاسل يونايتد 0 شفنا كيفاش اوبانيونغ اللي سجل في الدقيقه 54 نيكولاس سجل في الدقيقه 57 مسعود اوزيل في الدقيقه 99 لاكازيت في الدقيقة 95 هذه هي المباراة اللي انتهت 4 أهداف لصفر صحيح.